طريقة تحضير الخبيز. نضع في وعاء كوب ونصف من الماء، نصف كوب من الزيت، نصف كوب من ماء الورد الممزوج مع الزعفران، 3/4 كوب سكر، نصف كوب من الحليب، 3 ملاعق من مسحوق الهيل. ثم نقوم بمزج الخليط معاً. نضع الوعاء على النار، وعندما تبدأ مرحلة الغليان نضيف 3/4 كوب سميد ونخلطه مع المزيج حتى ينضج.